مستمعينا الكرام، نرحب بكم في أول حلقة من برنامجكم الشهري قلب مدينة السخيرات. أنا في الأستوديو فيصل النقري فاعل جمعوي بالمدينة، وكذلك عبد الله بوسحبة الصحفي بمدينة السخيرات، وأيضا يونس بوجلبة فاعل جمعوي وسياسي. إذن يونس بوجلبة من مواليد سنة 1983 بمدينة خيرات، حاصل على دبلوم للدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال والمقاولة سنة 2009، رئيس جمعية أجيال للشباب والتنمية. كنرحب بك، وكسؤال أول، ما هي مؤهلات مدينة خيرات؟ وكيف ما كيعرف الجميع، يعني المؤهلات ديال مدينة خيرات راه مؤهلات يحسد عليها صراحة. يعني مدينة أولا هي الموقع الجغرافي ديالها، أنها جات على بعد 25 كيلومتر من الرباط، تقريبا 70 كيلومتر على مدينة ديال الدار البيضاء. يعني هذا موقع استراتيجي أولا، ممكن أنها تكون المتنفس الثالث ديال مدينة الرباط بعد مدينة تمارا وسلا. يعني أنه كذلك المدينة كتوفر على مؤهلات فلاحية جد مهمة، شحال هذه كانت كتعترف أو كانت معروفة مثلا بالتصدير على المستوى الفلاحي، كانت مشهورة مثلا بزراعة العنب، يعني بالخضروات، يعني عندها واحد مؤهلات فلاحية. ثاني عندها واحد الطابع مزدوج، ممكن عندما هو فلاحي وقروي، وعندها حتى الطابع الحضاري، يعني فيها أحياء صناعية. مدينة خصبة لأي برامج تنموية سياحية، وممكن تتأهل هذه المدينة هذه. يونس بوجلبة شكرا لك. معنا كذلك ضيف آخر، عبد الله بوسحبة من مواليد سنة 1982 بمدينة سخيرات، المستوى سنة أولى جامعة حقوق، مراسل صحفي بصحيفة هيبا بريس. مرحبا بك. نشكركم على الاستضافة مرة ثانية، وكنتمنوا هذه البادرة الطيبة اللي كنعتبرها سابقة في مدينة سخيرات، وكنتمنى إن شاء الله أنها تلقى أيدي المساعدة أنها تخرج الحيز وجود كأول إذاعة بمدينة سخيرات، اللي إن شاء الله يكون الصدى ديالها في المغرب كامل إن شاء الله بحول الله. سيونس بوجلبة، تحدد لنا على الموقع ديال مدينة سخيرات، المؤهلات ديالها، مؤهلات القرب ديال المدينة الرباط. كنبغي نعرف ناخذ من عندك واحد استفسار كذلك على الموقع ديال مدينة سخيرات. بالنسبة لك شنو المؤهلات اللي يقدر يكون ما قالهمش سيونس، تقدر تعطينا شي حاجة جديدة؟ ولا جينا نهضروا على سخيرات، فسخيرات عندها واحد باع طويل على الصعيد التاريخ ديال المغرب، وكنظن بانها يعني عرفات بزاف ديال 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 دي الحقب التاريخي اللي مرات منها، نذكروا منها بزاف ديال الحوايج اللي تركات البصمه ديالها في التاريخ ديال المغرب. كنظن بان الموقع في الجغرافي كما قال سيونس، يعني واحد الفضاء خصب باش انه يستقبل مجموعه ديال الحوايج. نذكروا ان عندها واحد الشاطئ اللي كتعتبر شاطئ عالمي، بعد ما حصل على 4 مرات على التوالي اللي هو الازرق، وكتعتبر ايضا من انظف الشواطئ المغربيه. فهذا الجانب الساحلي ممكن استثماره في المجال السياحي باحتضان يعني قرى سياحيه يعني عالميه. نهضروا عاوتاني على الباركور ديال السيرف اللي كيتعتبر من بين افضل الباركورات اللي كاينين في المغرب. فصراحه سخيرات يعني عندنا سخيرات غتكون مدينه عندها مؤهلات، خص شويه الخدمه، خص شويه الخدمه بمعنى ديال خص شويه الخدمه. شنو هاد الخدمه اللي بالضبط؟ الا بغينا نهضروا على الخدمه، فخص التسيير اللي اونيت الجهات المسؤوله، انا كنخص المجلس البلدي، خص الناس يكونوا في المستوى صراحه، لان المدينه يعني خاصها ناس اللي يكونوا عندهم باع في التسيير، اللي قادرين انهم يواكبوا هذه الحركيه اللي كيعيش المغرب. فالمغرب يعني كيعيش واحد القفزه بحكم على المستوى الاقتصادي، خاص ناس اللي يكونوا ذوي التخصص، اللي يقدروا انهم يكون عندهم افكار، يكون عندهم يعني مسائل اللي يقدروا ينهضوا بها. بصحاب بحكم المعرفه ديالنا المدينه الصغيره، كنعرفوا بان منذ سنوات مجالس بلديه عديده اللي جات واللي كانت في مدينة سخيرات ما شفنا حتى تحول. يعني مجلس بلدي من مورا مجلس بلدي، من مورا رئيس جديد، من مورا رئيس اخر جديد، ولكن ما كاينش واحد. يعني احنا ديما نعطيو اللوم للمجلس البلدي، علاش ما نقولوش بان الناس مدينة سخيرات ما بغاوش المدينة تطلع؟ هذا هو الطرح اللي بغيت ندخل ليه. يعني قبل ما نشوفوا المجلس البلدي، نشوفوا بعد الناس السكان مدينة سخيرات، واش السكان مدينة سخيرات هما الوحيدين اللي ما عرفوش كيفاش يختاروا الرئيس ديالهم؟ امين. قبل ما نديروا تقييم ديال الاداء ديال المجلس البلدي، فنديروا واحد التقييم لذاتنا، نديروا واحد لوتوكريتيك، نتاقدوا ريوسنا حنايا كمجتمع مدني، شنو قدمنا للسخيرات، فهمتيني؟
ميمكنش هذه سنوات وكيتعاقبوا نفس المجلس البلدي نفس الطبيعه ديال الرؤساء ولا ديال المنتخبين. يعني دائما نقولوا نفس الوجوه كتعاقب على المدينه والمدينه باقه مستقره، ولا كنقولوا غدا وكتراجع. فإلا بغينا مجلس بلدي يكون في مستوى، خاص حتى الناخب اللي غيمشي يصوت خاصو حتى هو يكون في مستوى. ميمكنش انا غنصوت على نابورت كي، ولا مثلا ناخذ 200 درهم ولا 300 درهم وغنبيع راسي لمده ديال 5 سنوات. يعني راه مساله شويه صعيبه. نرجعوا لك سي يونس بوزلابه، فين كيبان لك المشكل بالضبط؟ اولا هذا موضوع مهم اجبدنا على السخيرات. انا كنشوف بان الازمه في السخيرات ماشي فقط ازمه ديال التنميه ولا ازمه ديال البنيه التحتيه ولا ازمه ديال الحفاري، هي ازمه سياسيه كتعرفها المدينه وعرفتها منذ التاريخ. أزمة غياب أحزاب سياسية اللي تقدم واحد البديل أو تقدم واحد نموذج تنموي للسخيرات أولا. ثانيا غياب نخب سياسية قادرة تمام على أنها ترفع من هذا المستوى. حنا ملي كنشوفوا مثلا الناس القائمين على السياسة في السخيرات ما كنلقاوش بأنهم هاد الناس راهم دازوا في الأحزاب ولا ولاد السياسة ولا مناضلين سياسيين، ولا أنه عنده تجربة ولا عنده واحد المستوى ثقافي اللي غيأهلو أنه يعرف شنا هي الخصوصية المدينة وشنا هي المشاكل اللي فيها ويحط برامج. هالشي افتقدته السخيرات عبر التاريخ. وبالتالي فالناس اللي مارسات السياسة داخل مدينة السخيرات هم فقط ناس من الأعيان، ناس من القبيلة ديال مدينة السخيرات، كانوا كيدخلوا للسخيرات حيت هذا كنشوفوه راه ولد القبيلة، راجل مزيان، دونك خصو يكون هو اللي غيدير السياسة. ودي الفكرة ديال المواطن ما كيشوفش بأن اللي خص يدير السياسة راه خص تكون فيه واحد الشروط، مثلا أنه يكون رجل سياسي محنك، أنه يكون ولد الأحزاب السياسية، أنه يكون مناضل، أنه يكون عنده واحد البرنامج. حنا لا، حنا في السخيرات ما درناش هاد المسائل. حنا في السخيرات لاحظوا سي يونس بأن إلا جينا نشوفوا التاريخ ديال مدينة السخيرات كنلاحظوا بأن المشكل يقدر يكون في الناخب. علاش؟ لأنه هو المسؤول الأول والأخير في اختيار المجلس اللي غادي ينوض بهذه المدينة. متفق معاك، يعني أنه أنا قلت لك أنه الناس السياسة، أنا كان هذا الموضوع اللي كنناقشوا فيه الآن كان موضوع ديال واحد الندوة نظمتها شبيبة العدل والتنمية في السخيرات هنا في دار الشباب، الشباب والسياسة، وكنت أنا سامع التأثير ديالها وكنا تكلمنا على هذه المسائل. والنقاش اللي كان ديال الحضور كان كله كيصب، هي المسؤولية راه مشتركة، المواطن عنده المسؤولية ديالو وايضا الفاعل السياسي كيتحمل المسؤوليه ديالو. ولكن خصنا نفرقوا الان الحمد لله بعد الربيع العربي الان وبعد الدستور الجديد وبعد هذا الشيء اللي ولا كيلعبوا الفيسبوك، كيلعبوا الاعلام الالكتروني، يعني راه الراي العام راه ولا كيفهم، ولا برا كتجلس مع مواطن عادي ولا كيعرف شنو هو صندوق المقاصه، ولا تا هو كيعرف الزياده في المحروقات، ولا تا هو كيعرف بان هذا رئيس الحكومه بانه ولا كيتبع. هذا التاثير السياسي ديال وسائل الاعلام اللي بدات كتقرب المواطن اكثر فاكثر. طبعا معنا السي عبد الاله هو مراسل ديال هيبا بريس، يعني انا وفاعل في المجال فيسبوك. يعني انا كنشوف بان الفيسبوك ولا الجرائد الالكترونيه لعبت واحد الدور كبير، علاش؟ انه كان تعتيم اعلامي على المشاكل ديال السخيرات. الان ما بقاش التعتيم، الا مثلا لقيتي واحد التعتيم على مستوى الاعلام العمومي كاين وسائل، كاين الفيسبوك، كاين الحمد لله الجرائد الالكترونيه، يعني ولا الصوت ديال الشارع ولا كيوصل. وهذا الشيء اللي بغينا يكون في السخيرات. حنا بغينا المشاكل. سيونس كنشكرك مستمعينا الكرام، غنبقاو مع واحد الفاصل موسيقي وغادا نعاودو نرجعو لكم. I can't hide what I've done.
Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. I don't make agreements, just like a gypsy. And I won't back down cause life's already fit me. I won't climb to yonder divide, you won't quit me. Cause I'm a gypsy. And I say hey, you're no fool if you say no. Ain't it just the way life goes? People feel what they don't know. And I say hey you, you're no fool if you say no. Ain't it just the way life goes? People feel what they don't know. Come on for the ride, oh yeah. Come on for the ride. I'm a gypsy, are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down cause life's already fit me. I won't climb to yonder divide, you gon' quit me. Cause I'm a gypsy. إذا مستمعينا الكرام كنرجع لكم مجددا في أول حلقة من برنامجكم من قلب مدينة سخيرات. سي يونس نرجع لكم السؤال تعمق لنا أكثر في مشاكل ديال مدينة سخيرات. أولا سي أمين أنا راه قلت في الأول بأنه إلا بغينا نشوفوا المشاكل سنشوفوها في العمق ديالها ونشوفوها بنظرة شمولية. أنا قلت بأن المشكل كتبدا بالأزمة السياسية اللي كتعرفها السخيرات. هذا هو الصلب ديال المشكل، هذا هو العمق. لانه هذه الازمه ديال السخيرات الازمه السياسيه هي اللي عطاتنا ازمات ولدت لنا مجموعه من المشاكل. لانه القائد عندما يكون القائد مثلا ديال السفينه مثلا اللي ما يوجهاش في واحد الاتجاه اللي هو ايجابي راه غادي تشوف يعني الاشياء لا تحمد عقباها. كنشوف انه المشكل هو مشكل ديال الازمه السياسيه عرفتها مدينه السخيرات يعني عبر التاريخ الى يومنا هذا، وانه المواطن راه شاف الانتخابات السياسيه في سخيرات كيفاش كانت كدوز، شاف الانتاج ديال المجالس البلديه كيفاش هو داير، شاف الاصلاحات اللي دارتها. انا ما كنحملش المسؤوليه لشي واحد، انا كنقول عبر التاريخ من 92 الى يومنا هذا اي واحد كان او داز راه كيتحمل المسؤوليه ديالو، لانه السخيرات راه ما تزادش فيها كيلومتر ديال الزفت. يعني دابا نهضروا على المشكل الاول، كنشوف ان الاولويه اللي حنا ما بقيناش قادين نصبروا عليها هو المشكل ديال البنيه التحتيه والاناره العموميه. راك شفتي مثلا كدوز بسخيرات الطوموبيل ديالك راه ما كتخرج من الحفره حتى كطيح في حفره اخرى. سي اسمعي لقطعك واحد النقطه، واش كيبان لك بانه كاين معالم ديال المدينه في سخيرات؟ هذا مشكل يعني مشكل كبير صراحه. الاحياء متفرقه، كتلقى مثلا جزئات الامارات كتمشي واحد خاويه وصلت الكصب عاد كتلقى لها عين الحياه، عاوتاني خاويه كتلقى شي حاجه اخرى، فهمتيني؟ اللي راك جا معزول، بوعيبه جات بعده، يعني مدينه مشتته. وهذا شنو هو الدور ديال من اللي غيجمع المدينه وغادي قاد هذا الدور ديال الفاعل السياسي هو اللي كيعطي واحد التصور بان المدينه سخيرات فيها شارع واحد. الا مشيتي لتمارا كتلقى الشوارع اللي هي عرضيه، كتلقى الشارع ديال الحسن الثاني، وكتلقى الشارع ديال محمد الخامس، وكاين الشارع الاخر اللي دايز على ميلانو والمساجين. المدينه يعني التصميم ديال التهيئه ديالها حتى وسائل النقل اللي كتبغي تحرك كتحرك بأريحية. الا سمحتي لي سي بوسحابه، كنعرفوا بان مدينه سخيرات عندها تاريخ. انا سي امين الا سمحتي لي يعني هذا كتشدني غير انا بحكم انني كنشتغل بوزنيقه، يعني كنشوف المدينه عاد في ظرف ماشي 10 سنين تقريبا انا قفزت واحد القفزه نوعيه خطيره. يعني مدينه ولات يعني مدينه بما الكلمه من معنى، يعني كتلقى فيها جميع المرافق. هما كاينين مدن كثيره بالمغرب، كاين مدن. نشوف وحدنا بوزنيقه، يعني بوزنيقه هذه 10 سنين اللور ما كانتش كتسوى حتى شي حاجه. الحي الصناعي ديال عيناتيك راه واقيلا اكبر حي صناعي كاين في المنطقه. عيناتيك راه مدينه صغيره، شوف الحي الصناعي ديالها كيفاش داير وكيفاش مجموع، والشباب ديالها يعني تقريبا الحمد لله كله كيلقى الخدمه. حنا في السخيرات ما كتشوف، ما كتجي تفكر في مشكل حتى كيبان لك مشكل اخر. مثلا المشكل دابا ديال النقل العمومي، دابا الطلبه ديال السخيرات والناس ديال السخيرات راه مع السد العشيه ما كيلقاوش اللي يجيبهم.
الطاكسيات ديال الصخير الطاكسيات ديال الصخيرات دابا جبت السيونس مشكل ديال الطاكسيات فنبغي نطرحوا واحد الاشكال اللي هو كبير. انا يلا تقريبا شي دوجور باش كتبت واحد الارتيكل على هذا المشكل ديال الطاكسيات وعلى الفوضى اللي كيديروها من مورا الست العشيه. يعني الطلبه ديال الصخيرات ولا الموظفين اللي كيخدموا مثلا في الرباط ولا في تماره ولا في سلا فكيلقى واحد العائق كبير خصوصا ملي تيبغي يرجعوا للمدينه في العشيه. يعني كيبقاو عرضه لان يتعرضوا للسرقه ولا يتعرضوا للابتزاز ديال صحاب الطاكسيات. يعني كتقول لك فوضى عارمه فوضى هناك واحد كيفرض الثمن ديالو اللي بغاه هو. يعني واش هاد السلطات المحليه ولا الاقليميه راه خاصها دير واحد الباريم يعني يكون بيع وشراء خارج القانون. كيقول لك باش نديك الصخيره تعطيني 10 دراهم ولا يقول لك 7 دراهم شي حاجه وهذا الا 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 ما قبلتيش غتبقى تما قبلتي غتولي مدابز معاه ولا شي حاجه. ولكن نسالوا على الدور ديال السلطات يعني السلطات المعنيه علاش هاد الناس ديال الطاكسيات كيديروا ما بغاو. ثانيا حاجه ديال الطوبيسات الطوبيسات اللي كيصيفطوا الصخيرات كيصيفطوا الطوبيس حتى كيشاد عليهم شي طوبيس شي سميتو كركبوا له 4 ديال الرواد وكيصيفطوا للصخيرات. هذا مشكل. اذا هنا شكون يعني اللي غيدافع على الصخيرات؟ شكون المهمه ديال من؟ المهمه اولا ديال الناس المسؤولين اللي هم المجلس البلدي وايضا هنا المهمه باش ما نكذبوش راسنا المهمه الثانيه كتولي ديال المجتمع المدني لانه في حاله الى المجلس البلدي ما قامش بالدور ديالو خاص هذا الدور يقوم به المجتمع المدني انه يدافع. حتى يعني المجتمع المدني تنشوفوا في هذا الدور انه كاين واحد انه لا مبالاه اهمال يعني صافي بحال شكل ديال المنتخب صافي ما بقى الا بغينا نهضروا على المجتمع المدني عاوتاني في الصخيرات راه موضوع اخر. انه المجتمع المدني صراحه في الصخيرات شنو هو الدور ديالو؟ هو ثقافي تربوي رياضي تاطيري عنده مجالات محدده. ولكن في الوضع في الوقت اللي المجلس البلدي مثلا كنقولها بصراحه ما بقاش كيقوم بالدور ديالو ولينا كنشوفوا حنا كمواطن بان هذا الدور خاص يقوم به المجتمع المدني ولينا نحملوه ما لا طاقه لنا به. يعني ماشي الدور ديال المجتمع المدني هو اللي غادي يصيب الطريق ولا غادي ولينا كنقول اي مشكل وخاص المجتمع المدني خاص يعني المجتمع المدني بحال يضافط له واحد المشاكل اخرى اللي ما داخلاش في الاختصاص ديالو. مثلا انا جمعيه ثقافيه عندي اهداف ديال اني غادي نجي لدار الشباب الاطر ولكن كنلقى راسي انني مضطر نسنسانا الا وقع شي مشكل امني ولا وقع اختطاف ولا مثلا مشكل ديال النقل خاصني نمشي للناضل ونغوت ونقول اللهم ان هذا المنكر. وبالتالي كنقول بانه هذا المشكل يعني تنشوفوا واش كاين شي مضايقات علاش ما كتحركوش؟ واش كاين مضايقات اللي كتخليكم انكم لا المضايقات انا باش الحمد لله دي فرصه بعدا باش المضايقات الحمد لله ما كنامنش شي حاجه مثل المضايقات. بلاد ديالنا فيها القانون اللي ضايقوا شي واحد كاين وسائل قانونيه انك تواجهه. ممكن تلقى مضايقات من عند منافق. حنا كنهضروا على اساس اننا شبيبه ننتمي شبيبه سياسيه ما عندنا الحمد لله حتى شي مضايقات. علاقاتنا طيبه مع الجميع. النهار اللي كنبغوا نتحركوا حنا كنتحركوا باريحيه والحمد لله اللي شاف الانشطه ديالنا راها شافها يعني كيفاش دازت منذ البدايه الى يومنا هذا. عين مؤخرا حنا مثلا لمستوى دار الثقافه باش نهضروا على دورنا حنا هو شبيبه العداله والتنميه. دار الثقافه فضاء تربوي فضاء ثقافي ديال الشباب كاملين كنا كنطمحوا له على اساس ان دار الثقافه يداروا فيها انشطه وان تصادف. مؤخرا كنشوفوا دار الثقافه مازال مسدوده بغينا نعرفوا علاش. مشينا تما لقينا ان دار الثقافه الحيوطه ديالها تشقات ايلا للسقوط اصبحت دار ايلا للسقوط. كيفاش تبنات دار الثقافه من الداخل ما عندهاش علاقه بالثقافه ما عندهاش علاقه بسميتو. كنا كنطمحوا انه يكون فيها قاعات العروض. هادشي اللي البرنامج اللي كتسجلوه نتوما هنا علاش مثلا ما كانش يكون في دار الثقافه؟ لانه خص يكون فيها وسائل يكون فيها بزاف ديال الحوايج. هنا اللي كنطرحوا مدى التزام المقاول بدفتر التحملات ديال البناء. ولينا كنتسالوا شنو هي الظروف اللي تبنات فيها دار الثقافه. ولينا كنتسالوا علاش دار الثقافه شنو هي المواد ديال البناء. المبلغ السيونس المبلغ اللي تخسر على هذاك انت مبلغ نعم. كبير ماشي مبلغ سهل باش ان نسكتوا على هذا المشكل. ولينا كنتسالوا على دار شنو هما المواد البناء اللي تبنات فيها دار الثقافه. واش تبنات بالصفوف راه تبنات بمواد البناء. وحنا في هذا الاطار حنا كدورنا حنا رسلنا مجموعه من الجهات على اساس وان شاء الله راه كاينه رساله ان شاء الله غادي نوجدوها للسيد وزير العدل على اساس فتح تحقيق في دار الثقافه من ناحيه البناء ديالها والظروف اللي تبنات فيها دار الثقافه. وهذا كيبقى دورنا كمجتمع مدني لان خصنا ما نسكتوش على بحال التجاوز. في بجلبه دار الثقافه هي نقطه سوداء من النقاط اللي كاين في مدينه الصخيرات مجموعه من النقاط. الان في نفس المجال ديال الجمعيات والعمل الجمعوي معنا فيصل النقري فاعل جمعوي بمدينه الصخيرات. كنرحبوا بك سي فيصل النقري.
شكرا سي امين، شكرا لكل مستمعي صدى الصخيرات في هذا البرنامج المتميز قلب مدينه الصخيرات على هذه الاستضافه الطيبه. فعلا بادره طيبه على اننا نكون معكم اليوم هنا كفاعلين جمعويين، على اننا نتكلموا على مجموعه من المشاكل اللي تتهم الشان المحلي وتتهم بالخصوص شباب مدينه الصخيرات. سي فيصل، انتما كمجتمع مدني شنو الدور اللي كتقوموا به باش ترفعوا من المستوى ديال هذه المدينه؟ قبل ما نهضر على الدور، انا اريد ان اتساءل معك، ما هي الاليات المتاحه الينا نحن كمجتمع مدني؟ فمثلا نتكلموا على نحن كمجتمع مدني دورنا تبقى دور اللي هو محدود جدا، هو الارشاد والتوجيه والتكوين كما قال الاخ يونس بوجلابه اللي هو توا فاعل جمعوي بالاساس. فاحنا كمجتمع مدني يبقى دورنا جد محدود، احنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به. احنا دورنا هو التكوين، هو الارشاد، هو كل واحد على حسب اختصاصاته وطبيعه الحال. كاينه جمعيه فنيه، كاينه جمعيه ثقافيه، كاينه جمعيه صربويه، لكن ضاف علينا واحد العبء اللي هو عبء ثقيل. تتمنى اننا نكونوا قد المسؤوليه، لكن تتبقى بطبيعه الحال دورنا دور محدود جدا في غياب الاليات اللي عندنا. لكن أن الدستور الجديد عطانا مجموعة من الآليات، لكن تبقى دورنا كذلك هو إرشادي وتوجيهي بالخصوص. سي فيصل، واحد الوقيتة في مدينة الصخيرات كنا كنلاحظوا بأن الجمعيات كيقوموا بواحد المظاهرات من أجل عندها واحد طابع سياسي. الأكيد أنت تقول طابع سياسي، احنا جمعية صربوية، طابع سياسي هنا تيدخل التناقض سيدي أمين. ما طابع سياسي، احنا جمعية صربوية بعيدا كل بعد عن السياسة. أتفق معك، قد أنزل إلى الشارع، قد أتظاهر، أتضامن مع كل من هو في حاجة إلى ذلك، لكن تبقى واش كاين واحد الفعليه، واش كاين واحد النتيجه؟ هذا ما اريد ان اتساءل، معك، نشوف واش غتكون النتيجه ولا ما غتكونش. نظهروا، ولكن خصنا نفكروا في اليات. يجب على الدوله ان توفر لنا مجموعه من الاليات اللي حنا كمجتمع مدني باش نولي واحد القوه ضاغطه، قوه ضاغطه لصوتنا انه يكون مسموع كذلك. الاليات كيفاش؟ ما معنى الاليات؟ شنو تحدثنا كثيرا مؤخرا عن المجلس الوطني للشباب. بالاكيد اننا كنا نتمناو على انه يتفعل هذا المجلس هذا، وتكون عنده واحد القوه اقتراحيه اللي نقدروا ننزلوا به للميدان، وتكون عندنا كذلك مجموعه من الملاحظات ديالنا واتخاذ بعين الاعتبار. فالاكيد ان الا تحدث هذا المجلس اللي احنا مازال تنتظروه، المجلس الوطني للشباب، وتكون فيه مجموعه من الاليات اللي نكونوا كقوه اقتراحيه اللي نقدروا اننا نمشيو ونزلوا عند الحكومه هذه ونقترحوا على مجموعه من الامور، باش ما تبقاش تاخذ الملاحظات ديالنا، باش ما نكذبوش على راسنا، لان مجموعه من الامور ديالنا تتخذ على سبيل الملاحظه، قد ياخذ بها الفاعل السياسي وقد لا ياخذ. سي بسحابه، انت تتفق مع السي امين؟ لا سمحتي لي، بغيت نهضر على مدام سي فيصل ذكر الاليات ديال الشغال ديال المجتمع المدني. فانا كنقول بان المجلس البلدي كيدير واحد التقزيم الاداء ولا الدور ديال المجتمع المدني كفاعل اساسي في التنميه ديال المدينه. ومني كنهضروا على المنح المخصصه للجمعيات ديال المجتمع المدني، فكاين واحد الرقم اللي انا بالنسبه لي رقم خيالي، يعني 6 مليون كتفرق على تقريبا كاين 90 جمعيه في صغيرات، راه لا يعقل هذه المساله هذه. فكيفاش بغيتي هاد الانسان ينوض الترافاي بينيفول على العمل التطوعي؟ انا كنضر ما بقاش، راه خاص باش نخدم في الطيران خاص تعطيني المواد الضروريه، مثلا المنح ولا الوسائل اللوجستيكيه، باش انا حيت انا كمجتمع مدني الدور ديالي هو تعطي الشباب التوعيه ديالهم، لا من الناحيه الثقافيه ولا من الناحيه الرياضيه، من بزاف ديال النواحي. ونزول نهضر عاوتاني على الرياضه مثلا، كنقولوا بان انتحار او موت ديال الرياضه بمدينه الصخيرات بعد الاعتذار العام اللي تقدم به فريق شباب الصخيرات هذه تقريبا شي عامين، وكان سبب بطبيعه الحال هو سبب سياسي تطاحن. اذا جينا نهضروا سي بسحابه على هذه القضيه، نهضروا على المجتمع المدني او كجمعيات ديال المجتمع المدني، كتقول بان التطوع ما بقاش. حنا كنلاحظوا هذه القضيه تيقولوا الناس ديال الصخيرات التطوع ما بقاش، واش في نظرك الناس ما بقاش عندهم واحد الوقت الثالث اللي يعطيوه العمل الجمعوي؟ سي امين، ما يمكنش انا كفاعل جمعوي، انا بالنسبه لي انا كندير الصحافه، ولكن كنعرف الناس كيشتغلوا في العمل الجمعوي. فراه ما يمكنش اخي امين باش نهضروا بصراحه، ما يمكنش شحال قد نبقى نضحي اليوم غدا بعده، وكنلقى واحد الابواب موصده في وجهي ديما، فما كنبغي شي حاجه شي نشاط خاصني ضروري شي حوايج اللي تكون اساسيه. مثلا ملي كنهضر يعني كنرجعوا ثاني للمعيقات، يعني أكيد انك ضروري خاصك الدعم باش انك تلاحظوا، ولكن تلاحظوا كذلك الجمعيه ديال مدينه الصخيرات عموما، جميع الجمعيات كي عندهم الانشطه ديالهم، هو المبادره الوطنيه للتنميه البشريه خاصهم ينجح لهم المشروع في المبادره، ما تيحاولوش يبتكروا واحد الانشطه اللي تتعود للنفع المواطنين، من غير انه كيفكر خصو يعني بحال كيقلب على القوت ديالو في اطار. انا نهضر معك بصراحه ونقول لك بان عدد كبير من الفعاليات الجمعويه
ما نهضرش على الصخيرات، نهضر على المغرب ككل. يعني المبادرة التنمية البشرية حولتهم إلى وحوش ضارية، كتحاول تقلب على الفلوس. يعني ذاك المبدأ ديال العمل التطوعي ما بقاش، ولا مبدأ ديال الاسترزاق. يعني عدد كبير، أنا ما كنقولش هذا ولا هذا، ولكن كنقول عدد كبير ديال الجمعيات يعني اتخذت من هذا الاندياش وسيلة لربح المال. يعني ما بقاش ذاك العمل الجماعي وكيقول لك أعطيني باش نعطيك. سالينا. لا سي أمين، أنا اللي سمحت لي، فمجموعة من الناس ما فهموش العمق ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي مبادرة سامية، مبادرة ملكية اللي جات باش تنمية الناس بالناس عن طريق الناس. فالناس ولات هنا ما فهموهاش، المجتمع المدني ما فهمش كبداعك. وحتى نوع المشاريع فلاحظتي معي سي أمين، هي كوبي كوليس. ناخذوا مشاريع اللي ناجحة على مستوى مدينة أخرى ونجيو نطبقوها في المدن ديالنا وماش نراعيوش الخصوصيات ديال المدينة. وهذا هو اللي كاين في الجمعيات، هما تناخذوا كاين خصوصيات ديال المدينة، نشوفوا ما هي حاجيات المدينة، والإخوة اللي تعرفوا هذه المسألة، فندرسوا ماذا تريد مدينتنا. تنفكروا لا فتنفكروا في هذا المشروع ولا في هذا المشروع، دائما مشاريع اللي تتعود بالنفع على المستوى الشخصي وماشي على المستوى المالي. شكرا لك مستمعينا الكرام، غنبقاو مع واحد الفاصل موسيقي ونعاودوا نرجعوا.
إذن المستمعين الكرام كنرجع لكم من جديد ونبقاو مع آخر سؤال. سي فيصل، نتوما كفاعلين جمعويين، شنو هما المعيقات اللي كتلقاو؟ المعيقات كاينه مجموعه من المعيقات باش نكونوا عمليين ونكونوا عاوتاني ونهضروا بشكل موضوعي. نبداو بنفسنا، فكاين كذلك مجموعه من الامور اللي ستقوم بها الجهات المختصه، التاطير والتكوين. خصنا اعاده النظر في المنظومه ديال التربيه والتكوين وديال التاطير اللي ستعمل عليه الشباب والرياضه. فالتدريب اللي سيلاحظوا الاخوان، فالتدريب اللي ستعطى على مستوى الشباب والرياضه اللي كانت تعطى منذ القدم هي اللي ما زالت تعطى اليوم، نفس التدريب نفس المواضيع نفس. فيجب اخذ بعين الاعتبار ان المدينه او المغرب ديالنا راه تحول، عارف، مجموعه من التحولات. كاين شباب اللي هو جديد، كاين شباب الفيسبوك، شباب تويتر، شباب تخلقات نخب جديده. اكيد اننا خصنا نتعاملوا مع هذه العقليات ونتعاملوا مع هذه الاشخاص. سي امين، اكيد اننا خصنا نرقاو كذلك بمستوى ديال التاطير والتكوين اللي تتحمل عليه الشباب والرياضه. كذلك يجب على الجمعيات انها تعاود ترتب البيت ديالها، اكيد، ونعملوا بشكل احترافي، نخدموا بواحد الشكل اللي هو احترافي باش نعطيه واحد المنتوج اللي هو جيد. انا دائما كنت اقول واحد القوله اللي زلت اقولها، الانسان اللي تيجي للعمل الجمعوي تيجي لواحد الميدان اللي هو ميدان تطوعي، لكن اقولها اللي زلت اكررها، التطوع يلزمنا. حتى واحد ما جبرنا على اننا ندخلوا نكونوا متطوعين، حنا اللي خسرنا اننا نكونوا متطوعين، لكن التطوع يلزمنا. ما ناخذوش على ان هذا غير مجرد تطوع، مجرد ناخذوها باحترافيه ونشتغلوا كاننا نشتغل في شركه وعندنا واحد الوقت محدد خصنا ندخلوا مع الوقت خصنا نخرجوا مع الوقت، ومين ناخذ واحد العمل ناخذوه بجديه. لكن انا نغرقوا بمستوى العمل ديالنا، لكن على الجهات المعنيه والجهات المختصه ان تنظر الينا كذلك وان تقف الى جانبنا. لكن اننا كما قال الاخ عبد الله بصحبه، راه عينا ما نعطيو من جيوبنا. هذا الفاعل الجمعوي راه تيضحي من الوقت وتيضحي حتى من جيبه كذلك، راه ميش ناخذوا مبادره. لكن انا غير الاخوان بعضياتهم كل واحد اللي يعطي باش ننجحوا هذه المبادره. اين هي الجهات المسؤوله في ذلك؟ اين هي الجهات المسؤوله؟ هذا تساؤل كبير، حتى على مستوى المنح اللي عطاها المجلس البلدي للمدينه، فمبلغ اللي هو هزيل. تفرق على 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 الجمعيات تنتسائلوا ما هي المعايير اللي تفرقات فيها هذه المنح. اكيد اننا سنقول ولازلت اقولها وقلتها لاحد المسؤولين في المجلس البلدي، يجب على المجلس البلدي ان يمول مشاريع برامج. ولا وانا اتساءل، واش واحد من هذه الجمعيات واش عطات، واش كاينه شي جمعيه اللي عطات مشروع، اللي عطات برنامج عمل، وعلى اثر هذا البرنامج عمل تعطاتها هذه المنحه؟ ما كاينش هذه المساله. ما كاينش هذه المساله. الجمعوي خصنا بزاف نهضروا، حنا نهضروا على العمل الجمعوي وفي اطار مدينه الخيرات، في اطار شنو التحركات ديالهم. ملي جينا نهضروا كعمل جمعوي تا هو في المعيقات ديالو، فهو اكيد ان هنا متفق معك. حنا على مستوى على مستوى مدينه الصخيرات، فتبقى دورنا هو التاطير والتكوين. ولينا شرف على ان مدينه الصخيرات خرجت مجموعه من الشباب، خرجت مجموعه من الطاقات اللي عندها الاسم ديالها وعندها الوزن ديالها على الصعيد الوطني. هنا تنكونوا حنا كفاعلين جمعويين، تنقولوا اننا مرتاحين لما تنشوفوا هذه النخب وهذه المجموعه من الشباب وصلت والحمد لله لله تمارس عملها في مجموعه من المراكز. اكيد ان ولكن مازال تنطمحوا سي امين الى ما هو اكثر بحول الله. عبد الله بصحبه، انتم كصحفيين بمدينه الخيرات، شنو الدور اللي كتقوموا به في المدينه؟ شنو التحركات ديالكم؟ انا بالنسبه لي مجال العمل في مجال الصحفي كان بالنسبه لي تحدي، يعني كان غياب تام ديال الناس اللي كيديروا الصحافه. يعني خديت المبادره، كانت بدايه في جريده النخبه يعني على الصعيد الرياضي، ما لقيتش فيها المتنفس ديالي صراحه. كنطمح انني نتبنى المشاكل ديال مدينه الصخيرات. خديت البادره، كانت في البدايه يعني مواقع صغيره، من بعد مشيت لهيبا بريس، يعني هيبا بريس ثاني موقع في المغرب. الحمد لله يعني طرقت بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال القضايا اللي كتهم مدينه الصخيرات. كاين منها اللي تم الحل ديالو، يعني لقاو حلول، وكاين اللي باقي لحد الان يعني ما عرفتش. يعني كتوري المشكل، كتوري الحل والاليات ديال الاشتغال، ومع ذلك يعني كنلقاو يعني واحد يعني الناس لا مبالاه ولا واحد الاستهتار كبير. يعني ما فهمتش هاد الناس مسؤولين واش باغي تشدو وديه وتقول لي ها كيفاش خدام وكيفاش. انا مسائل شويه صعيبه. سي يونس بجلابه، كلمه اخيره. وكلمة أخيرة، أولا أنا كنحييكم أصلا على هذه المبادرة الطيبة ديال هذه الإذاعات الخاصة ديال مدينة الصخيرات، وهذه غادي تكون أيضا صوت من الأصوات ديال المواطن اللي من خلالها غادي نعبروا على الطموحات ديالنا ونعبروا على المشاكل ديالنا.
وهذه أيضا غتكون وسيلة من وسائل الإصلاح، من وسائل التغيير داخل 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 المدينة ديالنا هي مدينة الصخيرات. يعني أنه فاتني هنا مجموعة من النقاط اللي شرحتو لها، ولكن للأسف ما الوقت كنظن أنه ما كيسعناش أننا نتكلموا عليها. درتوا على العمل الجمعوي، درتوا على لا خذ راحتك ماشي مشكلة، حنا نحاولوا بالنسبة للعمل الجمعوي في الصخيرات كما قال عبد الإله في الأول، العمل الجمعوي راه تقدر نقول أنه تحول قبل 2005 اي قبل المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. العمل الجمعوي حنا كنا كنشوفوا، انا كنهضر على مدينه الصخيرات، كنا كنشوفوا فقط عمل تربوي ثقافي محض نزيه. يعني كنا كنجيو كتلقى راه كان كيجي عبد الاله كنجي كتلقانا في دار الشباب كنديروا سوا كنديروا المسرح في القاعه الكبيره، كان عندنا العمل الكشفي، كان عندنا البيمبو، كان العمل يعني كان الجمعيه الثقافيه. كتصور بانه في الصخيرات كان العمل الثقافي والمحاضرات، كانت المدينه المعروفه بهذا المثل. كتعرفوا ان اول جمعيه كانت استضافت قناه الجزيره في احد المحاضرات، كانت هي جمعيه من صخيرات القرنفل، كانت الكشفيه الحسنيه، كانت الكشاف المحمدي، كان الكشاف الشعبي، كان يعني مجموعه من الجمعيات، مجموعه من الانشطه اللي هي كانت تبارك الله الحمد لله وصلت لواحد المستوى. ولكن بعد المبادره الوطنيه البشريه تحول المجتمع المدني او زدنا واحد العيب انه خصو يمشي ويدير مشاريع. ولكن السؤال، واش المجتمع المدني هذا اللي عطيناه واحد الحاجه هي المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، واش عنده الامكانيات؟ واش مؤهل؟ واش مكون؟ واش كيعرف اي مونط ان بروجي؟ واش تجيب لي انا فاعل جمعوي؟ كاين اللي فاعل جمعوي اللي يقدر يتصعب عليه يصيغ رساله، وكاين كتجيب له خصنا نكونوا في اطار المشاريع في اطار. كاين جمعيات الصخيرات اللي جمعيات اللي يلا تاسست من اجل مبادره وطنيه للتنميه البشريه. كتبقى اي ما احنا الا جينا نشوفوا لوطو ديال الجمعيات اللي تاسست الصخيرات من مور 2005 راه ارتفع. ولكن عاوتاني ما نبخصوش العمل الجمعوي ديال الصخيرات. كاينين جمعيات الحمد لله اللي خدمات، كاين جمعيات اللي ناضلات، كاين جمعيات اللي عطات، كاين جمعيات اللي عطاتنا اطور. يعني الحمد لله يعني التاريخ الجمعوي ديال الصخيرات كان مشرف. تاريخ مشرف وتاريخ حافل. جمعيه اجيال اللي كنراسها انا راه كان عندها جوج المشاريع مع البنك الدولي، اول جمعيه في الشرق الاوسط وفي شمال افريقيا اللي استطاعت انها تاخذ مشروع من البنك الدولي، جمعيه من الصخيرات، شمال ديال جمعيه ديال الاجيال الشباب والتنميه. يعني كاين عمل جمعوي، كاين جمعيات اللي مسكينه ما قدرتش تخدم، ولكن هذا كيبقى السؤال اللي بغينا شنو عطى العمل الجمعوي في اطار الاصلاح ديال الصخيرات. كانت مبادرات ديال المجتمع المدني، كانوا يعني بزاف ديال الحوايج اللي خلى ان المجتمع المدني انه ضغط او اعتبر وسيله الضغط على المسؤولين باش انه يجيب شي حوايج. كلمه اخيره نحاول نقول كلمات ماشي مشكل. كلمه اخيره احنا كنشكركم على هذا البرنامج، ونتمنى صراحه ان الصخيرات ما تبقاش هكا. نتمنى ان المسؤولين الصخيرات انهم تحرك فيهم شويه ديال النفس. راه الحفار يقتلونا، راه المشاكل، حنا ولينا كنحسوا بنوع من الاسف ومن الاسى على الاوضاع ديالنا. ولكن الحمد لله نتمنى ان المستقبل من القدام انه يكون خير على هذه المدينه. وكنشكركم مره اخرى. عبد الله بصح، فصراحه بغيت نشكركم اخويا امين والسي حنيطه والسي عبد الرحيم سكوري، يعني هذه المبادره الطيبه واللي نتمنى ان شاء الله نلقاها نجاح كبير. ورسالتي الى المجتمع المدني بالصخيرات، خاصه الشباب، خاصهم ياخذوا المشعل وخاصهم ياخذوا البادره، وخاصنا نوقفوا في وجه اي حاجه اللي كتدمر المدينه واللي كترجع اللور. بغينا شباب فاعل، بغينا شباب اللي يكون منتج، يكون كيلامس الواقع، كيحتج على المشاكل. حيت لا بقينا ساكتين اخي امين، نكونوا بصراحه راه عمر المدينه ما غادي تزيد القدام. وانا كنامن بمساله واحده ديال كما تولوا وكما تكونوا يولى عليكم. راه خصنا باش يكون عندنا مجلس بلدي في مستوى، راه خاصنا حنا كمجتمع مدني ولا كشباب خصنا نكونوا في مستوى اللي غادي ممكن ان نهضوا به كاع انواع ديال الفساد في المدينه. شكرا فيصل النقري. كلمه اخيره سي امين، تنبغي نشكر غاديو صدى الصخيرات، وتنتمنى انه يلقى الصدى عند المسؤولين ديال مدينه الصخيرات عن الشان المحلي، وان تشدهم الغيره على هذه المدينه، هذه المدينه الرائعه، هذه المدينه الجميله اللي هي مدينتنا كاملين، اللي عندها مجموعه من المميزات، مجموعه من المؤهلات. تنشكركم من جديد، وتنتمنى ان المسؤولين يتصنتوا لنا بواحد الاذان اللي هي صاغيه، وما ياخذوش الملاحظات ديالنا على انها ملاحظات اللي تتبغي ان ناخذ من اجل النقد، لكن النقد من اجل الغيره على هذه المدينه الرائعه اللي هي مدينتنا، مدينه الصخيرات. صحيح فيصل، انا اللي جابنا هنايا هو الغيره على مدينه الصخيرات. حنا ماشي كننتقدوا باش اننا نشوهوا المدينه وباش نهضروا على واحد الصوره خايبه، ولكن الغيره ديالنا حتى حنا بغينا نشوفوا الصخيرات بحال المدن الجميله في المغرب. وكنتمنى ان شاء الله ان هذا
إذاعة ديال صوت الصخيرات أنها تكون فعلا صوت الصخيرات، صوت ديال الشباب ديال مدينة الصخيرات. شكرا لك بصحابات، شكرا لجميع الضيوف. إذن مستمعينا الكرام وصلنا للنهاية هذه الحلقة، كنتظروا رسائلكم واتصالاتكم. كنتم في استماع لبرنامج قلب الصخيرات، تقديم محمد أمين البركاوي، الهندسة الصوتية محمد أمين حنيطة، إخراج عبد الرحيم الزكوري. وكنوجه الشكر الخاص لمدير دار شباب الخيرات خالد حسني وكل من ساهم في إنجاح البرنامج. باسم إذاعة صدى الصخيرات كنودعكم تحت شعار الله الوطن الملك. إلى اللقاء.